ظلام وأبيض خيط الضياء، ويعرف أن الأميرة بلا حاسين ومن دون سيف، ويعرف شهرة سيف الإمام. نظرة للدكاكين هل يشتري فقراء؟ زبير هي من عواصم البصرة، يعني البصرة لها أكثر من عاصمة، الزبير إحدى عواصم البصرة، وهذا شرف كبير لنا نحن البصريين أن نعتز بهذه المدينة. شكرا. أستاذ، من تزال ريادة الشعر العراقية؟ ريادة الشعر لا تزال عراقية؟ طبعا لا تزال. نعم، شياب رائد الشعر، وأكمل ريادة شياب سعد يوسف الشاعر العظيم أستاذي. فالبصرة هي أم الشعر، البصرة هي أم القصة، محمد الخضير القصة القصيرة، فالبصرة البصرة. كل اعتزاز وفخر اليوم مدينة الزبير تستقبل الشاعر الكبير أستاذنا كاظم الحجاج، الذي لبى الدعوة بدون تردد ومن دون رجال المربد، لكنه لشهر رمضان والظروف التي لحقت كانت أمسية جميلة جدا، وهذا الحضور الفلسفة المتنوع أكاديميين وأساتذة وأدباء وشعراء وهذه الجهات الإعلامية، حقيقة الأمر نشعر بمفخرة ونشعر باعتزاز أن يكون الكبير كاظم الحجاج بين أظهرنا. حقيقة الأمر تحدث عن سيرتي، تحدث عن شعري، تحدث عن الواقع الأدبي، المسار الأدبي كما تحدث، وأجاب عن أسئلة كثيرة طرحها الأخوة الموجودين. فمنتدى الأدباء الزبير حقيقة الأمر وهو على نهج مستقيم بهكذا أمور، وفي قادم الأيام إن شاء الله هناك استضافة للكاتب الكبير محمد خضير إن شاء الله. بدعوة كريمة من منتدى الأدباء والكتاب في الزبير، وديت إلى شاعر البصرة الكبير والأستاذ الجليل كاظم الحجاج. صراحة كان يعني أمسية رائعة وجميلة، استمتعنا بها بقصائد رائعة من قبله. نص الكلمة قال يجيكم الزبير على راسي.